الأستاذ بوسلهام عميمر، أهلا وسهلا بك معنا في كاتب وكتاب. أهلا وسهلا أستاذ اعتماد، شكرا على الدعوة الكريمة وشكرا للإذاعة على هذا البرنامج الثقافي الهام، نقطة ضوء حقيقة في إعلامنا السمعي البصري، ونافذة نطل فيها على مجموعة من الكاتبات والكتاب شكرا وكتبهن لك. وكتبهم. أولا أستاذ بوسلهام عميمر، وعلى غرار السؤال الذي طرح في مقدمة الكتاب، لماذا نساء في ذاكرة الإبداع؟ النساء في ذاكرة الإبداع، ربما من حيث أدري أو لا أدري يعني جاء هذا العنوان يتضمن الذاكرة وهي الحافظة. أعتقد حتى أسهم يعني إسهام بسيط، ولو بسيط يعني، في التوثيق لمجموعة من المنجزات الأدبية لنسائنا المغربيات، مع الإشارة إلى الرائدات مثل ما نجده هنا في هذا الجزء الأول، وأكيد سيتلوه الجزء الثاني هو على مشارف الانتهاء منه. أعتقد أنه مسألة الذاكرة هي ربما هي فرضت ذاتها لما تعرضت له النساء عبر القرون، خاصة في الحضارات المتعاقبة. دائما أتساءل أين هي إبداعات النساء؟ لماذا لا نتحدث عن فيلسوفات يعني نساء؟ لماذا كما نتحدث عن مثلا فارابي أو الكندي أو ابن رشد أو غيرهم من الفلاسفة؟ أين هن الطبيبات؟ أين هن المفكرات؟ أين هن المبدعات؟ نعم، هذا سؤال أعتقد مهم وكبير أستاذ بوسلهام. نعم نعم فعلا هذا سؤال. لماذا احتف في تعليمنا دائما التركيز يكون على الذكور، وكأن هذه الأمة يعني لم تنجب نساء أيضا يتحفون يعني بإبداعاتهم؟ يعني هذا في حقيقة دعوة للبحث يعني في هذا الموضوع. نعم، آمل أنه الدراسات الجامعية أنها تبحث في هذا الموضوع، لما لا إبراز أسماء؟ وأكيد هناك أسماء نسائية في 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 الفلسفة وفي الطب وفي الهندسة وفي المعمار وفي الشعر، ففي مختلف صنوف القول التعبيري. وكتابك نساء في ذاكرة الإبداع أستاذ بوسلهام عميمر طبعا هو إضاءة على مسارات مختلفة وعلى إبداعات متعددة. المرأة كما ذكرت أنت في كتابك لم تترك فنا، لم تخض غمارها. طيب، سأسألك بخصوص اختيارك للمبدعات اللواتي ألقيت الضوء على كتاباتهن وعليهن في هذا الكتاب، كيف اخترت المبدعات والنصوص التي تضمنها هذا الكتاب أستاذ بوسلهام؟ شكرا، سؤال هام أستاذ اعتماد، أحييك عليه. في الحقيقة الرائدات منهن اختارهن يعني بعناية. فلما اخترت عمل فيل، نعم، للأستاذة ليلى أبو زيد يعني، وأيضا الغد والغضب للأستاذة خنات بنونة، وبعدهن أنا أقول الرائدات وأقول التابعات وتابعات التابعات، يعني ليس من باب على خطاهن. نعم، على خطاهن، ويعني أتينا بعدهن ومخالب المتعة لفاتحة مرشيد. وبدأت بهن حتى يكن نبراسا لكاتباتنا في العصر الحديث. أختارهن في الحقيقة كل ما أتوصل به من عندهن أوليه عناية، وليس لدي يعني تفضيل بين هذه الكاتبة أو تلك. أنا أقول دائما، هناك من ينتقد ويقول بأن مستوى الكتابة، أنه كثرة الكتابة وهذه الانترنت يعني ساعد على الانتشار، وأنه هناك ضعف. أنا أقول دائما التجويد يأتي مع التراكم. نعم، اتركوهن يكتبن، فلماذا نقف حجر عثرة في طريقهن؟ أكيد ديوان بعد ديوان الأول يعني الثاني ليس يكون كالأول والثالث وكذا. لذلك أولي العناية كل ما أتوصل به،
وهنا هناك تأتي يعني تكون أولويات، ممكن أنه تكون يعني أولويات بين هذه الكاتبة أو تلك. ثم حاولت أن أنوع يعني بين الرواية وبين الشعر وبين الزجل، قفطان وسيف، وهناك الرواية أيضا الشعرية بين قوسين للأستاذة أمينة الجباري في سرسرة في المعتقل، وهناك أيضا في السيرة يعني بعد دموع جافة. وهناك أيضا الفن التشكيلي، ختمت نعم بحوار مع الفنانة التشكيلية لمياء حديوي. نعم ختمت به، خاصة أنها تجمع بين التشكيلي وتخصصها النفسي، نعم هو جمع جميل جدا، ويصب الفن التشكيلي في تخصصها النفسي. آمل أن يعطى لها حقها في الإعلام، فلديها ما تقوله، هي خاصة أنه الفن اليوم علاج، ففي الدول المتقدمة فهناك مراكز تعالج بالفن، كم من عقدة للأطفال عولجت بالفن. فأولا ما الخربشات التي يخطها الطفل على الورقة، هي تساعد المختص ليعرف ما في مكنونات هذا الطفل، وأيضا أنها بالنسبة للطفل أنه يفرغ شحنات يعني سلبية على تلك الورقة. وكم من فنان كانت تلك انطلاقته ليصبح فنانا كبيرا، وحياة للفنانين جديرة بالاهتمام. لاحظت وأنا أقرأ هذه النصوص أو المقالات أنك بعد عرضك أو قراءتك للنص أو للمتن تخرج بخاتمة أستاذ بوسلهام. نعم أكيد أكيد أخرج بخاتمة، وربما لاحظت أيضا في هذه الدراسات أني أركز كثيرا على الجانب الثقافي في هذه الإبداعات النسائية بين قوسين. نعم أنا في الحقيقة هذه الكلمات تثيرني كثيرا، يعني مسألة النسائية، على اعتبار أن الإبداع كما قلت في المقدمة وفي خلفية الكتاب لا جنس له، نعم، ولا عرق له، ولا سن له، ولا دين له، فأينما توفرت مقومات الإبداع الفني فذلك الإبداع بغض النظر عن جنس كاتبه. نعم، وقد قلت أستاذ بوسلهام إن قوة الإبداع أو ضعفه لا علاقة له أبدا بجنس المبدع. صحيح صحيح أستاذ اعتماد، فكم من كاتب يسجل عليه مجموعة من الملاحظات يعني في كتاباته. ثم أيضا لماذا لا نقول الأدب الرجال؟ لماذا نخصص النساء نلصق هذه الصفة بالنساء على الخصوص؟ نقول كما نقول الأدب النسائي نقول الأدب الرجالي، وإلا فالأمر في الحقيقة يعود في توفر هذا النص على مقومات الجنس الذي يكتب فيه، نثرا أو شعرا أو رواية أو رحلة أو كذا. قلت أركز على الجانب الثقافي على الخصوص، ومع الإشارة أيضا للجانب الجمالي بطبيعة الحال في هذه الإبداعات، لأن الإبداع بالدرجة الأولى هو فن، ولكن قلما ينتبه إلى ما تتضمنه هذه الإبداعات من رسائل إلى من يهمه الأمر. ما لاحظت أيضا من خلال كل هذه الأعمال التي قمت بدراستها أو قراءتها أو نقدها أو نسميها لا مشاحة في الأسماء، ما أنها تتضمن كل ما يهم المجتمع. فبجانب مثلا نقول الشعر هو مشاعر، هو أحاسيس، يعبر الشاعر عن ذاته، ولكن أيضا فالشاعر كما نقول لسان قومه. فإذا عدنا مثلا إلى رواية الغد والغضب، كانت سابقة لزمانها. نعم، وهي يعني رواية الوعي المبكر أستاذ بوسلهام. نعم صحيح، الوعي المبكر صحيح. أيضا يعني عام الفيل أيضا، وروايات في الحقيقة كلها تستحق أكثر، كما أقول دائما فإنها تستحق أكثر من قراءة. نعم. من منطلقات مختلفة. أتمنى أن هذه الإبداعات تجد
من أيضا يدرسها من الناحية النفسية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية البنيوية، من الناحية اللغوية، يعني غنية في الحقيقة، كلها نعم غنية يعني بالمقومات الفنية. نعم وكما أنها كذلك هي قراءات ثقافية تجمع بين مبدعات من مختلف الأجيال، ما بين الرائدات وأيضا مبدعات جئنا بعدهن. هذه القراءات أستاذ بوسلهام أعتقد بأنها نشرت أولا على شكل مقالات وبعدها تم تجميعها في هذا الكتاب. نعم، أكيد، وهذه قناعتي، أعدها للنشر في مجلات ورقية أو إلكترونية، يعني داخل الوطن أو خارج الوطن، وأيضا تنشر يعني في الملاحق الثقافية الوطنية، وفي الأخير أعدها لتطبع في كتاب، وأكيد يعني في الإعادة هناك إضافات، هناك تعديلات، هناك مجموعة، لأن الإنسان القراءة هي هذه، كل ما أعدت قراءة نص أو قراءتك نفسك أو كتابتك نفسك يظهر لك فيها ما تحذفه، ما من أجل التجويد، نعم. لأن هذا هو همنا، هو أن يكون ما نكتبه أو ما نبدعه أن تتحقق فيه نسبة مهمة من الجودة. نعم، وهذا ما تحقق في هذه الدراسات أو القراءات الثقافية كما وصفتها. شكرا لك الأستاذ بوسلهام عميمر. كل الشكر لك أستاذ اعتماد، وأحييك بحرارة على هذا البرنامج الذي في الحقيقة ما أحوجنا إليه ولغيره يهتم بإبداعاتنا عموما وبالإبداعات النسائية على الخصوص. شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.